تلاشت التوصيات الحكومية والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا بطرابلس مع اقتراب حلول عيد الفطر، إذ شهدت الأسواق المحلية اكتظاظاً ملحوظاً بعكس مختلف التنبيهات. الدولة برنامجها لنا مفروض من الأول هم اللي سبب الزحمة، لو خلوا الأمور من الأول المحلات فاتحة صبح وعشية باش ما تسببش الزحمة، باش حتى الناس والمحلات تفتح تبدأ الوقت أطول باش ما يبداش الفترة محصورة. الكورونا اللي جاونا من برا هذه مشكلة، هي تبي الحق السبب هوني قال لك اللي كانوا في الحظر مش ملتزمين بالحظر، حتى حطوهم في الفنادق قاعدين يجتمعوا مع بعضهم، وين سمعوا روحهم بيروحوا طلعوا يشروا في ملابس ويشرب حاجات، فهذا كله خطأ يعني سوء تنظيم وإدارة. بس إقبال لافت على محل بيع الملابس الجاهزة والحلويات والمستلزمات المنزلية التي تشهد نشاطاً تجارياً على الرغم من التأكيدات الرسمية لضرورة تجنب التجمعات العامة وعدم التجمهر نتيجة تواصل خطر تفشي كورونا. المواطن ما عندهاش علاقة، المواطن زي أي مواطن في الدنيا عايش، يبي ياكل يبي يشرب يبي يلبس يبي يوفر حاجة لصغارة لنفسه لغيره، لكن الدولة هي اللي مغيبة المواطن ومهمشاته. لا أمتى بنقعدوا هيك احنا؟ وين عايشة المسؤولين مقعمز هو في رفاه هو وعائلته وغيره لا. علاش؟ في اللي مرتبه ما نزلش في 3-4 شهور ما عندهاش شنو ياكل شنو يشرب، وين هالدولة؟ يجي يقول لي انا نازل ميزانية 500 مليون، لي مين منزلها الميزانية؟ منزلها لفلان؟ مش منزلها لفلان، وين المواطن؟ وين حق المواطن؟ حالة التراخي التي تشهدها الشوارع في هذه الأيام والتي بدت واضحة في المحال التجارية والأسواق والتي بدورها قد تؤدي كارثة مستقبلاً وإهدار ما جرى إنجازه والوصول إليه بفضل تضافر الجهود. سناء حبيب، قناة ليبيا الأحرار، طرابلس.